السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع تسريب أغنية دنيا بطمة والفاعل طليق هو محمد ترك. إليكم التفاصيل والفيديو. أقدم المنتج البحريني محمد ترك على فعل وصفه البعض بالصبياني بعد تسريبه أغنية طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة. وقام محمد ترك طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة على تسريب أغنية خربوشة التي كانت تنوي بطمة إصدارها قبل أشهر طويلة. وظهر محمد ترك في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بتطبيق تيك توك وهو يستمع لأغنية أم ابنتيه دنيا بطمة خربوشة، الأمر الذي عرضه لانتقادات لدعة. جنتلمان خربوشة مكبس ونشير وخايت عليك ليام وليام ليام يا القهرة وظلام وفينك عويسة فين الشان والمرشان شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد بلا شفقة بلا تخنام ويلي مقدم كاع منك طلبي تسلم وفينك يا عويشة بين الشل والمرشاد ويلي خربوشة جيتكم. صوت من آخر أغنية دي كانت لفنانة دنيا. ويذكر أن خريجة برنامج اكتشاف المواهب أرب أيدل دنيا بطمة قررت تأجيل طرح أغنية خربوشة بعدما روجت لها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. فكنتظر أخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.